حصاد من قناة الفلوج. أهلا بكم مشاهدي الكرام في حصاد الفلوج، معكم محمد الكبيسي وزينة جمول. ونبدأ بالعناوين. قطعوا أطراف جسده الصغير بالكترات، سجلات التعنيف الأسري تدرج طفلا جديدا يصارع الموت. بعد جهود الشيخ الخنجر الاستثنائية، الحكومة توافق على قانون مكافحة الاختفاء القسري. تجاوزت أفغانستان وفيتنام البصرة، تتصدر مدن العالم بعدد الألغام والضحايا بالآلاف. عمرها نحو قرنين ونصف، ذقار تناشد لإنقاذ إمارة الخميسية التاريخية بعد أن نخرها الإهمال. قانون الموازنة يدخل حيز التنفيذ رسمياً، والمحكمة الاتحادية تحسم دعوى المركز والإقليم. البداية من أبرز مستجدات الملف الإنساني، إذ دقت منظمات المجتمع المدني ناقوس الخطر في العراق بعد تسجيل أكثر من 10 حالات تعنيف أسري خلال الأيام القليلة الماضية. وطالبت المنظمات البرلمان بضرورة الإسراع في تشريع قانون الحماية من العنف الأسري واتخاذ خطوات جادة لحماية الأسرة، لا سيما أن التعنيف لم يقتصر على الأطفال والنساء بل امتد إلى ذوي الاحتياجات الخاصة. لم يخرج المجتمع من تأثير فاجعة الطفل موسى حتى صدم بمشاهد تعنيف كارثية للطفل حيدر على يد أبيه وزوجته. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. كل عضو في جسده يشتكي هول التعذيب وأدواته التي لا تتحملها أجساد البالغين. يصارع الطفل حيدر الموت في غرفة العناية المركزة في مستشفى الجملة العصبية ببغداد بعد تعذيبه وتعنيفه من قبل الأب وزوجته لأربعة أشهر متواصلة. آثار التعذيب يعني احنا ما شفناه، تفاجأنا، بنتي فقدت الوعي وقعت يعني تخربطت. شلون معذبين؟ بنتها تخربطت رأسا. احنا لقينا إذانة مقطوعة وصلة من عندها، عاض إذانة من وراء والدم ماله طالع وفطر بالجمجمة ونزيف داخلي وشال على الشعر من عنده، ويا الشعر مشلوع، جلده من اللحم مشلوع ويا الشعر، يعني شلون شالعته ومتشوه وعنده كسور همين وجسمه كله معذب بالضرب. منو كان يعذب؟ واضافه لهذا ابوه اعترف يضربه بالماسحه وبالشفشير. دونت اعترافات الاب المحتجز على ذمه التحقيق، واطلق سراح زوجته بكفاله مع تجديد الرقابه عليها، فيما تطالب عائلة حيدر بإنزال أقصى العقوبات على أب استخدم أطفاله للضغط على طريقته للتنازل عن حقوقها. بقوا من يوم 4/4 هذا يومك، يوم جار من الولد بنتي عند عمتي والولد عند شريشتي، هو من يروح للدوام هي جار من بي، ومن يجي اثنين جار من بي. إذا أنا شنحن قطعة من يمه جارينها بالكترات أظافيرة راسي. انت ما شفتي خلال هاي الفتره؟ لا ما قبله وما عاند وياي ووده عموده سقط له الدعوه النفقه، قال شنو تستني بيهم وهم جار عندي انا صف عليهم. جسمي مضروبه وبايدي بطنه ضربته بايدي بطنه ضربته. لم يخرج المجتمع من تاثير قصه موسى حتى صدم بما حصل لحيدر باختلاف الاسماء، لكن عنوان الجريمة واضح ولا ختام له في ظل استمرار ظاهرة العنف الأسري التي ما زال يدفع فاتورتها الباهظة نعومة أظفار الضحايا. على الحديد، قناة الفلوجة، بغداد.
وللمزيد من التفاصيل بشأن هذا الملف ينضم إلينا من بغداد مراسلنا علاء الحديدي. أهلا بك علاء، حبذا لو تنقل لنا المشهد وآخر المعلومات بخصوص تلك الجريمة، تفضل. أهلا بك زينة. زينة، في البداية، هي ليست هذه الجريمة هي الأولى خلال هذا الأسبوع الذي شهدته بغداد، والذي أيضا كان هنالك تسجيل عدد من جرائم التعنيف الأسري. شهدنا هنالك جريمة في منطقة المشاهدة، وشهدنا أيضا جريمة في منطقة حيؤور لطفلة معنفة في المستشفى، أيضا ما زالت حالتها راقدة. وأخيرا وختام هذا الأسبوع كانت جريمة تعنيف الطفل حيدر زيد الذي ما زال يرقد في مستشفى الجملة العصبية أثر تعرضه لكدمات شديدة، وأيضا تهديد حياته بسبب تعنيف الأب وتعنيف زوجة الأب. طبعا شاهدنا خلال هذا التقرير الشهادة الحية من والدته ومن جده، وأيضا سنتعرف على المزيد من المعلومات كون القضية ما زالت بها تطورات. سينضم إلي الآن جد الطفل المعنف الأستاذ صلاح من على مقربة من المستشفى الذي يتواجد فيه الطفل لغاية هذه اللحظة ولغاية هذه الساعة. السلام عليكم أستاذ صلاح. وعليكم السلام. حدثنا بالبداية كيف هو حال حيدر، ما زالت حالته خطرة؟ استقرت حالته؟ هو لما دام لديه فطر بالجمجمة ونزيف داخلي فشوية يعني يتعطل الشفاء ماله، لأن تعذيب معذب قوي، فإن شاء الله نحو الأحسن بلكي. طيب، خلال التحقيقات نحن علمنا أنه أنتم سجلتم دعوة في مركز الشرطة وبدأت التحقيقات، خلال التحقيقات ما الذي توصلت إليه الجهات الأمنية؟ هل حددت الآلات التي تم تعذيب الطفل حيدر بها؟ احنا بالنسبة لنا البارحة حضرنا المحكمة صبح، دعوا والدته وبعدين دعوا المتهم، فصار الحديث معهم وتأجلت القضية هم إلى اليوم. وصل الخبر بأنه رايديننا داعيننا، هسه راح نتجه إلى مركز مع الحي الزهور، يردون من عندنا إفادة، شوف شنو آخر إحداثات. طيب، خلال نشر التقرير في مواقع التواصل الاجتماعي الناس تساءلت لماذا تم إطلاق سراح زوجة الأب وفقط تم احتجاز الأب لغاية الآن، مع العلم أن أنتم ذكرتم في التقرير بأن التعذيب تم بواسطة زوجة الأب بالإضافة إلى شريك. حسب القول بالنسبة المتهم موجود في السجن، والمتهم اللي يكون ما حاكين عليها لا ما مسجونه، فهسه ان شاء الله يردوها، يعني راح يدعوها هسه. نعم، يعني انا سمعت انه الزوج قام بالدفاع عن زوجته ووقف. الزوج قام بالدفاع عن زوجته، يعني متمنى الموضوع كله هو ماري ما اطى بيها، وهم اثنينهم مشتركين بالقضيه. طيب نسال ايضا، 4 أشهر هم الاطفال عند ابوهم، 4 أشهر يمهم، ما خلال هذه الفتره ما لاحظتوا شيء عليهم؟ ما تمت زيارتهم؟ شلون عرفتوا بموضوع التعذيب؟ ما صار اتصال وياهم مدة 4 أشهر، اتمسك بيهم في سبيل على مدة سقط النفقة، يعني أنا ورا شهر داعيت بيهم ما اطهم راسا، قمت عليه دعوة بالعنف الأسري، وصلت للقاضي، القاضي يقول إذا عمره 2 إلي حق أسحب لك إياه، فوق 2 أكثر ما أقدر أسحب لك إياه إلا تأخذ موضوع موافقة الحضانة. هو راسا سوى على دعوة بأنه إسقاط النفقة اللي هو يتمسك بيهم في سبيل سقط النفقة. أمه قامت بدعوة للحضانة، والحضانة دزوا علي مرة الأولى تبليغ، الأول ما حضر والثاني ما حضر والثالث يوم 22/8. طيب، هو حيدر ايش قد عمره؟ عمره 4 سنوات. طيب، شلون عرفتوا بمسألة التعذيب؟ شلون وصلتوا؟ عرفنا بمسألة التعذيب يوم الخميس بالليل الساعة 2 بالليل، احنا بكربلة أنا وبنتي، اتصل بي مقدم علي شاطي مركز الزهور، فقال لي أنت وين؟ قلت له أنا بكربلة أنا وبنتي، قال لي لازم تحجي فورا. قلت له ماكو شيء سيدي، قال لي لا تجيب بنتك وتعال. قلت له احنا زياره وهاي الطريق بعيد، قال لي تجي فورا. قلت له مو دين الليل وصعبه، غير اجيك الصبح؟ قال اطلع لي قبل. فاحنا وصلنا تقريبا الساعه 5 صار التحقيق، فسال عده اسئله واسئله غريبه، يعني قال ابنكم ايش بيه مريض؟ سال والدته، قالت له لا بس مجرد ما ينطق، قال بيه مثلا داء الثعلب براسه، ببقع بجسمه، بحساسيه، قال لا لا ما بيجي جسمه نظيف. شكرا لك علاء، وغير انا مربيته، نكتفي بهذا القدر علاء. سال هواي اسئله، بعدين صاحني قال لي يابا تعال شوف هاي الصور. شفت الصور؟ قلت له هذا منو هذا؟ لين ما ينعرف. تفاجئت، مو ما ينعرف يعني تفاجئت بي، فشفت يعني حاله كل الصعبه، حتى عينه مضروبه يعني بوكسين شكلك. بوكس طفل عمره 4 سنوات. هاي الصورة بوكس. اي صوره موجوده، يعني عينه مزورقه، حتى عينه مزورقه، وتعذيب كلش قوي، وإذا أنا مطلوب منها شيء،
وجلده من شعره مشلوعه ويا الشعر من راسه، فهم بي تعذيب كامل متشوه لاعبين بيطوبه تعنيف كلش قوي. الله يقومه بالسلامه. انا بالنسبه لي اشكر مقدم علي شاطي اللي هو القى القبض على المتهم. ان شاء الله، شكرا جزيلا. اشكرك حبيبي غالي. الله يقومه بالسلامه. الله يسلمك. نعم، اذا زينة هذه هي التفاصيل كامله رواها الجد الطفل الصغير الذي نؤكد ما زال يرقد في مستشفى الجمله العصبيه. نعم. وفي العنايه المركز لغايه هذه اللحظه. شكرا جزيلا لك مراسلنا من بغداد علاء الحديدي. الاخبار مستمره. بجهود حثيثة من رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر، مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون مكافحة الاختفاء القسري بانتظار تشريعه تحت قبة البرلمان. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. عندنا رئيس وزراء صادق في تطبيق ورقة الاتفاق السياسي وصادق في إنهاء الطائفية. جهود حثيثة يقوم بها تحالف السيادة بزعامة الشيخ خميس الخنجر مع رئيس الحكومة لتطبيق فقرات البرنامج الحكومي وتشريع قوانين تنهي عددا من مشكلات المواطنين، آخرها قانون مكافحة الاختفاء القسري الذي أرسل من الحكومة إلى البرلمان لتشريعه. هذا من القوانين اللي تم الاتفاق عليها في البرنامج الحكومي، وحسنا فعل دولة رئيس الوزراء بأن يبعث إلى مجلس النواب، وستقوم اللجنة القانونية بالتأكيد يعني خلينا نقول بالشروع لدراسته وترتيب أوراقه وقراءته القرارات والقرارات، ومن ثم ندفعه إلى مجلس النواب لقرار التصويت. عطل القانون لسنوات عديدة من قبل أطراف سياسية رفضت المضي بالتصويت عليه وسط تأكيدات حقوقية ونيابية لضرورة إقراره لأنه ذو أبعاد إنسانية وأخلاقية ويؤسس لعدالة تعالج حقبة سابقة من الظلم تعرضت لها شريحة كبيرة من العراقيين. احنا طلبنا انه من 63 يبدي وبدت الاختفاء القسري والاعتقالات والمغيبين موجودة، كانت هذه كلها تفعل حتى يصير إنصاف حقيقي موجود على هذا المشروع ويكون واضح وصريح ويدعم الإنسان والإنسانية ويشمل كل المكونات الشعب العراقي. وكشفت منظمات حقوقية إن أكثر من 11,000 عائلة عراقية أبلغت عن مدنيين فقدوا خلال السنوات الثماني الماضية وسط تجاهل من السلطات العراقية التي لم تتابع الملف ولم تسعى لكشف مصيرهم. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوج الفضائية. للمزيد ينضم معنا رئيس جمعية المواطنة لحقوق الإنسان محمد السلامي. سيد محمد، مرحبا بك. بعد أن وافق مجلس الوزراء على قانون مكافحة الاختفاء القسري، ما الذي تتأملون منه أن يتحقق فعليا على أرض الواقع؟ أولا شكرا للاستضافة وشكرا لتحياتكم. حقيقة أن موضوع الاختفاء القسري موضوع طال فيه الزمن، فأن الأمم المتحدة ونتيجة الكثير من وجود هكذا ظاهرة وفي دول عديدة وشملت العديد من العوائل والشخصيات، ف أصبح موضوع الاختفاء القسري موضوع يتعلق بجرائم ضد الإنسانية، فلذلك يعتبر ضمن القانون الدولي. منذ زمن بعيد، يعني منذ سنوات، كان هنالك الكثير من الاختفاء القسري بما يخص العراقيين، ومنذ النظام السابق طبعا، وأيضا خلال فترة وجود داعش والقاعدة، وازدادت هذه الحالة خلال فترة ما بعد دخول داعش إلى الفترة سنة 2014. نعم. وفي جرف الصخر، في الرمادي أو في الأنبار أقصد، وأيضا نينوى وغير ذلك من المناطق، وبشكل جماعي مع الأسف من خلال فترة تحرير هذه المناطق. طيب. وهذا يفترض أن لا يكون بعد التحرير، أن تكون حالات الاختفاء القسري قليلة. طيب. ولكن يبدو أن الفترة السابقة كان هكذا
لفترة طويلة وعدم إعطاء معلومات عن هؤلاء الشخصيات أو الذين قد يكون أكثر من 250 ألف خلال تلك الفترة من بعد 2003، وهذا ما قالته الأمم المتحدة. طبعا الأمم المتحدة دفعت باتجاه وجاءت في نوفمبر 2021-2022 لجنة من قبل الأمم المتحدة إلى العراق لمعرفة هذه الحالة، وأعطت كثير من التوصيات باتجاه تشريع هذا القانون خاصة الذي بعد مضى تشريع. على وجوده في مجلس الوزراء عدة سنوات. لو أقر البرلمان هذا القانون كم يحتاج لتطبيقه؟ وهل تتخوفون من أن يتم استغلاله بشكل غير مجدي؟ أنا أعتقد بأنه يعني تشريعه سوف يلاقي الكثير من التناحرات وعدم الموافقة من قبل بعض الكتل، لأن هذه الكتل بعضها ذات طابع سياسي. يعني هذا الاختفاء ليس من مجموعات يعني لها علاقات بعمليات إجرامية عامة، وإنما لها طابع سياسي، مجموعات مسلحة تختطف. وأيضا خلال فترة 2019 هذه الانتفاضة، وبعد الانتفاضة 2019-2020 أيضا اختفى الكثير من الشباب. على سبيل المثال فجلال الشحماني 2019، أفراح شوقي 2016، والكثير بما فيهم الآن ما زال الكاتبين توفيق التميمي وأيضا مازن لطيف. فأنا أعتقد أن هنالك صراعات سوف تحدث في عدم تشريع أو أن يكون القانون تحت تجاذبات. فأنا أعتقد أن هذا المشروع القانون سوف لا يلقى الكثير من التأييد، ومع ذلك نحن ندعو إلى تشريعه بأسرع وقت. نعم، وبالتالي ما تقصده بأن يعني إقرار هكذا قانون ربما سيفضح جهات معينة هي معنية أصلا بعملية الاختطاف. هناك تخوف مشروع لأهالي المختفين قسرا من أن يكونوا قد أعدموا، خاصة بعد تصريحات لمسؤولين تناغم هذا الطرح. ما الذي ترجحونه بشأنهم؟ نعم، من المؤكد أنه من 2014 بما يخص داعش قد أخفى الكثير، وقد تكون هنالك المقابر الجماعية التي هم عملوها. وأيضا أثناء التحرير 2017-2018 ونحن الآن 2023، يعني 5 أعوام ولم تظهر معلومات عن مئات إن لم نقل آلاف. فلذلك أنا لا أتوقع أنه سوف يكون هنالك يعني إعطاء كافة المعلومات، والكثير منهم قد يكون إما أعدموا أو يعني توفوا في مناطق غير معروفة. فبالتأكيد أن هنالك مجموعات مسلحة قد تكون لها بطريقة من الطرق علاقة مع الدولة تخفي المعلومات، وأيضا تخفي هؤلاء. وخمس سنوات ما بعد التحرير هذا وما قبل التحرير الكثير أيضا. فأنا أعتقد أن هنالك مسؤولية سياسية يجب على الحكومة والبرلمان أن يتفق، لأنها قضية حقوقية وإنسانية، وكذلك أخلاقية الحكومة العراقية والبرلمان العراقي في الكشف للعوائل الذين تتأمل عوائلهم أن تظهر معلومات عنهم. طيب لكي باختصار الوقت سيد محمد وعذرا للمقاطعة، يعني نعم ذكرت حضرتك بأن نعم هناك يعني متابعات من قبل الحكومة ومن قبل الأمم المتحدة، خاصة بعد زيارتها في 2021 و2022 وتحدثت بأن هناك مختطفين وهناك عمليات اختفاء للكثير من الناشطين. لكن نفس الحكومة كانت تتهم الأمم المتحدة
بعدم يعني إفشاء الحقيقة عندما اتهمت الأمم المتحدة في حرب التحرير ضد داعش جهات كانت تقاتل مع الجيش العراقي، اتهمتها باختطاف المدنيين الأبرياء باختصار؟ نعم، يعني من المؤكد أن هذه القضية لا توجد فيها معلومات دقيقة. هنالك حق للمجتمع يسمى حق الحصول على المعلومة، كذلك الحق في معرفة الحقيقة. المجتمع يحتاج إلى معرفة الحقائق. لحد الآن الشفافية في هذه القضية معدومة، فعندما تكون هنالك اتهامات من قبل الأمم المتحدة أو رجاء من الأمم المتحدة بكشف هذه المعلومات عن المختطفين، فلا تظهر، لأنه هنالك مجموعات سياسية لها أذرع مسلحة لا تريد أن تكشف عن علاقتها بهذه الاختطافات، رغم أن قانون الانتخابات عمليا. سيد محمد وعذر المقاطعة، رغم أن قانون الانتخابات يحرم على كل جناح سياسي أن يمتلك أذرع مسلحة. شكرا جزيلا لك محمد السلامي، رئيس جمعية المواطنة لحقوق الإنسان. في السياق، أربع مقابر جماعية جديدة اكتشفت في الأنبار تعود لضحايا حرب التحرير، وقد تجددت معها دعوات ذوي الضحايا إلى ضرورة فتحها وتحديد هوية من في داخلها. المزيد في التقرير التالي. 9 سنوات على التحرير، وما يزال اكتشاف المقابر الجماعية في محافظة الأنبار مستمرا حتى الآن. أكثر من 22 مقبرة جماعية مكتشفة، فتح منها 4 مقابر فقط وفق إحصائيات رسمية، لتضاف لها 4 أخرى أعلنت الجهات المعنية اكتشافها أخيرا. طبعا مثل ما يعني توقعنا سابقا بأن أعداد المقابر حيستمر بالارتفاع، خاصة أن الأنبار شهدت العديد من الصراعات بالفترات الماضية. الإعلان الأخير عن اكتشاف 4 مقابر جديدة، هذا يضاف إلى القائمة، ونتوقع بأن الأعداد ستستمر، ونحن بحاجة لجدية بعملية التحري والبحث والإسراع بفتح هذه المقابر من أجل كشف الضحايا وتسبباتهم. الأعداد الرسمية المصرح عنها هو 18 مقبرة جماعية، بالإضافة إلى 4 مقابر تم فتحها. تقع المقابر الأربع المكتشفة حديثا جنوب مدينة هيت والصقلاوية والرمادي ومنطقة الفياض في قضاء الفلوجة. ظهور المقابر الجماعية بين فترة وأخرى تتجدد معه دعوات ذوي آلاف الضحايا لفتحها بشكل فعلي وتحديد هوية من في داخلها. حسب التصريحات الأخيرة تم اكتشاف 4 مقابر جماعية أخرى غير اللي تم تصريح عنها سابقا، فنلاحظ مع مرور الأيام اكتشاف مقابر جماعية، انتهاك آخر لذوي الضحايا، انتهاكات أخرى لداعش لمواطنين محافظة الأنبار. فنأمل احنا كذوي الضحايا يتم العمل بشكل فعلي، ليس مجرد اكتشاف وزيادة عدد المقابر الجماعية، نريد عمل بشكل فعلي على ذوي الضحايا، استحصال حقوقهم، محاولة جبر الضرر لذوي الضحايا خاصة في غرب الأنبار. منظمات حقوقية خاصة بملف المقابر الجماعية تؤكد أن العدد من الممكن أن يتصاعد إلى أكثر من 60 مقبرة تضم رفات العديد من المدنيين والعسكريين في أماكن متفرقة من محافظة الأنبار. من الأنبار إدريس يحيى، قناة الفلوجة. الأخبار مستمرة. دخل قانون الموازنة حيز التنفيذ رسميا بعد نشره بجريدة الوقائع العراقية، كما حسمت المحكمة الاتحادية العليا الطعن الحكومي المقدم في بعض مواد قانون الموازنة. وأصدرت المحكمة قرارها الباتوى الملزم للسلطات كافة المتضمن الحكم بعدم دستورية عبارة حصرا الواردة بالمادة الثانية وعبارة بناء على طلبه الواردة في الشق الأخير من 6 مواد. كما تضمن القرار الحكم برد دعوى المدعى بخصوص الطعن في دستورية 6 مواد أخرى. ها
هذا وحسمت المحكمة الاتحادية العليا طعن حكومة إقليم كردستان في قانون الموازنة. وحكمت المحكمة بعدم دستورية عبارة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الواردة في المادة 11 أولا، كما حكمت بعدم دستورية عبارة وفي حال تعذر حل مجلس النواب اتخاذ القرار اللازم الواردة في المادة 13 سابعا. كما ردت المحكمة الدعوى بخصوص الطعن في دستورية 4 مواد في قانون الموازنة. انتخابيا، عقدت قبيلة الدليم مؤتمرها العشائري الأول في ديالى لدعم مرشحة حزب السيادة للانتخابات المحلية أشواق الدليمي. وأكد الحضور مساندة الدليمي في مشوارها الانتخابي بعد اختيار حزب السيادة لها، كما أشادوا بمواقف الشيخ خميس الخنجر الداعمة للمحافظة وأهلها. برعاية الشيخ خميس الخنجر أقمنا اليوم المؤتمر العشائري لقبيلة الدليم والعشائر المساندة لها لدعمنا بالانتخابات المقبلة، وهذا ما التمسناه من وجهاء العشائر. ونحن كأعضاء حزب السيادة مستمرون بالتواصل مع الجماهير والاستماع إلى مطالبهم. نرى في ديالى الآن التفاف العشائر جميعا حول حزب سيادة وحول مرشحي سيادة في، ونحن مستمرين كمكتب محافظة ديالى في تشجيع الناس للمشاركة الواسعة في الانتخابات القادمة. المؤتمر الأول لعشائر دليم والعشائر المؤيدة لها لدعم الدكتورة أشواق الدليمي. الدكتورة أشواق الدليمي تستحق كل التقدير والاحترام من نحن احنا كعشائر مساندة لها. في الأثناء، دعا ناشطون وصحفيون المواطنين إلى مشاركة فعالة في الانتخابات المحلية لضمان تغيير الوجوه القديمة واختيار شخصيات نزيهة وذات كفاءة. اليوم نتمنى من الطبقة السياسية أن تعيد ثقة المواطن بالانتخابات وتعيد ثقتها بالمواطن من خلال توفير الأمور الخدمية والأمور الصحية على كافة المستويات ليس فقط الخدمية. فبالتالي اليوم عزوف المواطن هو دليل على أنه فقدان الثقة بالطبقة السياسية وبكل انتخابات تجرى سواء كانت مجالس محافظات أو انتخابات برلمانية. يجب على المواطن أن يشارك في هذه الانتخابات حتى يغير الواقع، لكن لازم يركز، ويجب على المواطن أن لا يلدغ من الوجوه القديمة مرتين. يجب أن يختار شخصيات نزيهة وكفوءة ووجوه جديدة، ويجب أن يتمعن جيدا بالسيرة الذاتية للمرشحين ويدقق بارتباطاتهم وتوجهاتهم، على اعتبار أن الوجوه القديمة لم تحقق أي شيء. أتمنى من جميع المشاركة بالانتخابات لأجل استبدال الوجوه القديمة بالوجوه الجديدة، وأتمنى أن تكون انتخابات نزيهة وشفافة لأجل خدمة المواطن وصالح العامة. لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بملف الانتخابات، ينضم إلينا من بغداد عضو المرصد الوطني للإعلام وائل الركابي. أهلا بك معنا سيد وائل، ونستثمر وجودك معنا بداية لنستفسر أكثر عن أسباب انسحابكم من ائتلاف دولة القانون. هل لذلك علاقة بالحديث عن الخلافات داخل الإطار التنسيقي؟ بدأ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك ولمشاهديكم الكرام. حقيقة لم يكن أي دخل لا للانتخابات ولا لأي شكل آخر من الأشكال الأخرى التي روج لها البعض بأن انسحابنا هو نتيجة إما خلاف مع الشخص السيد المالكي أو بسبب انتخابات أو تكتيك، انسحاب تكتيكي كما روج له البعض أو من هذه الأقاويل التي سمعناها منذ يوم الخميس وإلى الآن. إنما هو قرار للاستقلالية بقرارنا وآرائنا التي نطرحها أزاء العملية السياسية، وجميعكم يعلم يعني المالكي شيء ودولة القانون شيء آخر. دولة القانون أي كتلة سياسية أخرى مشابهة إلى بقية الكتل، فرأينا أن نتحرر من هذه الصفة أو هذه الصفة التي مثلناها منذ 21 انتخابات 21. ما الأسباب المباشرة التي دفعتكم لذلك سيد وائل نحو الاستقلالية أكثر كما وصفتها؟ يعني هذا موضوع لربما يعني لا يستوعبه الوقت الآن في ظل هذه يعني اللقاء هذا البسيط
في نشرة أخبار. حقيقة إن شاء الله لنا موعد آخر وسنبين كل الأسباب الحقيقية التي جعلتنا أن ننسحب من هذا العنوان. طيب سأحترم رغبتك في عدم الحديث عن ذلك. كما نعلم سيد وائل ساعات قليلة تفصلنا عن إغلاق باب تسجيل التحالفات في الانتخابات. المشهد حتى الآن ضبابي بشأن مشاركة التيار الصدري. كيف تقرأ ذلك التطور؟ أتصور أنه تم إغلاق المفوضية يعني قبل أن أدخل للإستوديو أعتقد أنه تم إغلاق. يعني هو يتوقع منتصف هذه الليلة. نعم أنا لا أتصور لحد هذه اللحظة ومن معلومات من داخل المفوضية أنه لم يتم تسجيل ومشاركة التيار الصدري في انتخابات مجالس المحافظات بعنوان يجعله أو يعطيه صفة الانتماء أو تمثيل التيار الصدري. لكن قد تكون هناك أسماء مشتركة يعني في الانتخابات القادمة مجالس المحافظات أسماء داخلة مع بعض القوائم تكون مدعومة من قبل جماهير التيار الصدري. هذا يعني أمر لحد الآن غير مؤكد بشكل حقيقي إلا أن يعني تنشر أسماء المشتركين من قبل الأحزاب السياسية ومن الممكن أن يؤشر على سين أو صاد إلى ماذا يمثل وإلى ماذا ينتمي إلى أي طيب جهة. ربما هناك تكون أسماء محسوبة على التيار الصدري وربما أيضا لا. في حال لم تكن هذه الأسماء موجودة، عدم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات ماذا تعني وإلى أين ستقود البلاد برأيك طبعا إن حسمت كما قلت؟ يعني عدم مشاركتهم للأسف الشديد حقيقة يعني هو مدعاة إلى حالة من الاستياء الذي لا يزال لدى سماحة سيد مقتدى الصدر على العملية السياسية. لكن يعني دلالة عدم المشاركة أنها توحي بأن العملية السياسية القادمة قد تكون غير مستقرة كما نطمح لها الآن يعني وكما نشاهدها الآن، لأنه التيار الصدري يعني هو طرف كبير مهم على الصعيد المجتمعي وعلى الصعيد السياسي، وبالتالي مشاركته يعطي حالة من الاستقرار. يعني أنا أتمنى من التيار الصدري أن يشترك بقوة حتى لو لم يدخل في هذه مجال انتخابات مجالس المحافظات، لكن على الانتخابات القادمة يا حبذا لو يشترك وبقوة لكي يكون أداة فاعلة يعني طيب تدعو إلى تيار مهم وقوي. وبرأيك سيد وائل كيف سيتعامل الصدريون مع خسارتهم لمواقع مهمة جدا لطالما كانت من نصيبهم في السنوات القادمة في بعض المحافظات سيما ذقار والنجف وميسان على سبيل المثال؟ يعني من لا يشترك في الانتخابات ماذا يعني عسى الأطراف الأخرى المشتركة عندما تشترك وتحقق فوزا في انتخابات؟ يعني إرادة جماهيرية لا نستطيع أن نقف أمامها سواء كان هذا الممثل لتلك أو الناتج من هذه الانتخابات هو صالحا أو طالحا. لا يمكن أن نبقى نقول والله بسبب يعني عدم مشاركة التيار الصدري. إذا كان التيار الصدري راغب فعلا في عملية الإصلاح كان عليه أن يدخل فعلا مشاركة قوية لكي يبقى محافظا على أوزانه في تلك المحافظات، لكنه عندما تجري الانتخابات حينها الكل سيذعن إلى تلك النتائج مهما كان نتاج هذه الانتخابات للأشخاص الذين تتمثل موقف في ثقل الصدريين وجود التيار الصدري. نعم موقف الصدريين نعم. يضاف إليه نحو 7 ملايين شخص لم يحصلوا حتى الآن على البطاقات البيومترية وهو رقم كبير نسبة لعدد الذين يحق لهم التصويت. سأطرح عليك سؤال مباشر، هل خيار تأجيل الانتخابات وارد نعم أم لا؟ يعني لحد هذه اللحظة أعتقد أنه الانتخابات ستمضي في موعدها المحدد خاصة بعد أن انتهت المفوضية من إجراء التسجيل، ويبقى أمامنا أمر وهو أعتقد إلى يوم 15/8 أو 17/8 هو عملية تحديث البيانات بالنسبة إلى الناخبين. لكن قد تكون أحداث وقد تكون توافقات سياسية
تدعو إلى تأجيل الانتخابات إلى شهر آخر حتى تنتهي هذه المفوضية. وإحنا عندنا إشكالية أنه في الشهر الواحد ينتهي عمل المفوضية يعني، نعم. وحينها نحتاج إلى قرار من المحكمة الاتحادية لتجديدها لتمديد هذا العمل هذه المفوضية. إذا كان الأمر بهذا الشكل وهناك وعود من التيار الصدري للدخول، أعتقد لا بأس في هذا التغيير. شكرا جزيلا لك من بغداد، وائل الركابي عضو المرصد الوطني للإعلام. الأخبار مستمرة. يواصل نواب جمع تواقيع لاستجواب المسؤولين عن قرار إيقاف تطبيق تيليجرام عن العمل، فيما خاطب نواب وزيرة الاتصالات هيام الياسري بأسئلة نيابية تتعلق بأسباب إيقاف التطبيق. وطالب النائب سعود سعدون الوزيرة بإيضاح دور وزارة الاتصالات فيما كفله الدستور العراقي من حرية الإعلام والتعبير عن الرأي والإجراءات الرقابية التي تتخذها الوزارة تجاه التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي. كما دعا النائب الوزيرة لإيضاح الأسباب الحقيقية وراء إيقاف تطبيق تيليجرام في العراق. تفاصيل أكثر عن ملف إغلاق تطبيق تيليجرام في هذا التقرير المصور تقدمه أسماء زمان. هل لفايبر علاقة بتوقف تيليجرام؟ 3 أيام مرت على قرار إيقاف خدمة تطبيق تيليجرام الروسي في العراق، لكن العراقيين يواصلون التفاعل على التيليجرام عبر بروكسي وول في بي ان، فيما توقفت مواقع حكومية عن بث أخبارها على قنواتها الرسمية في تيليجرام لتروج لمنصاتها الجديدة على تطبيق فايبر، الأمر الذي أثار تساؤلات عدة. هل دخل العراق ضمن صراع شركات التطبيقات العالمية؟ هل يمثل تيليجرام الروسي تهديدا للعراق؟ ماذا عن تطبيق فايبر لشركة فايبر ميديا الإسرائيلية؟ وبالحديث عن فايبر، فقد أسس في تل أبيب عام 2010 على يد تالمون ماركو أحد طلبة جامعة تل أبيب، وكان آنذاك عضواً في جيش الدفاع الإسرائيلي قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويواصل عمله هناك، وهو ملك ومؤسس شركة فايبر ميديا ومديرها التنفيذي قبل أن تستحوذ عليها شركة راكتون اليابانية أخيراً مقابل نحو 900 مليون دولار. فقد أثيرت خلال السنوات الماضية مزاعم تجسس وتسريب لبيانات المشتركين، وأيضاً مشكلات أخرى في الخصوصية لا تقل عن تلك التي نصبت لتطبيق تيليجرام. إذن قرر وزارة الاتصالات حجب تطبيق تيليجرام بناء على توجيهات الجهات العليا لمحددات قالت إنها تتعلق بالأمن الوطني، لقى ترحيباً أمريكياً بان ذلك في منصات وصحف ومواقع أمريكية. بالمقابل انتقدت مواقع إيرانية شبه رسمية قرر إيقاف التطبيق في العراق تحت ذريعة أنه يشكل خطراً على الأمن القومي والسلم المجتمعي. هذا ويواصل مدونون وناشطون حملتهم لإعادة تفعيل التطبيق في العراق، فقد تصدر هاشتاغ التليجرام وزارة الاتصال، تصدر منصة تويتر، ذكر ناشطون بتحذيرات الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية من محاولات سلطات مصادرة الحريات وتكميم الأفواه في العراق، فيما أصدرت قنوات عدة على التليجرام بياناً اتهمت فيه وزارة الاتصال بالخضوع للضغوط الأمريكية لإيقاف التطبيق الروسي الشهير. تصدرت محافظة البصرة مدن العالم بعدد الألغام والمقذوفات الحربية على أراضيها بعد حروب طاحنة شهدتها لعقود خلفت نحو 18,000 بين قتيل ومصاب. المزيد في التقرير التالي. بمساحات شاسعة امتدت إلى أكثر من 1,258 مترا مربعا، حلت البصرة الأولى عالميا بنسبة التلوث بالألغام والمخلفات الحربية المتنوعة، لتأتي بعدها فيتنام. فعلى مدار عقود شهدت أراضيها حروبا طاحنة ما تزال آثارها تنعكس على الأبرياء بين الحين والآخر حتى هذه اللحظة. 1,258,000,000 هي هذا العدد مو ألغام فقط، هذا العدد يشمل الذخائر غير المنفلقة
والألغام والمتساقطات. البصرة ترى رقم واحد بالعالم، مو على المحافظات الباقية، يعني تقريبا هي تقريبا رقم واحد بالعالم، يعني يمكن فيتنام بعد البصر، فيتنام بعد البصر. هذه الخرائط التي حصلنا عليها من قبل دائرة الألغام في المنطقة الجنوبية توضح حجم الدمار الذي لحق بمدينة شط العرب جراء الحروب التي تعرضت لها على مدى سنوات، بينما أسهم تعاون الدائرة مع الجهات الساندة في إعادة العديد من العوائل التي نزحت هربا من الحروب، وقلل من ضحايا الألغام بعد أن بلغ عددهم نحو 18,000 مواطن منذ عام 2003. إعادة وتأهيل الكثير من المناطق في محافظة البصرة، خصوصا في الأقضية الملوثة في البصرة كقضاء شط العرب وقضاء الفاو وقضاء الزوير، هناك الكثير من المساحات التي تم مسحها وتطهيرها من قبل هذه الجهود، بلغت هذه المساحات أكثر من 741 كيلومتر مربع، إضافة إلى استطلاع ومسح أكثر من 1551 كيلومتر مربع لصالح وزارة النفط. المسح الميداني من خلال دائرة شؤون الألغام، كان عدد الضحايا المسجلين هم أكثر من 18,000 ضحية مسجلة في المنطقة الجنوبية في محافظة ميسان والمثنى وذيقار والبصرة. من جانبها أشارت دائرة البيئة في المنطقة الجنوبية إلى وجود جهود لها لإزالة الألغام والمقذوفات الحربية من خلال خطة تمتد لغاية عام 2028، تسعى من خلالها إلى التخفيف من معاناة الأهالي الذين يسكنون بالقرب من المواقع التي شهدت معارك شرسة. الآن دائرة شؤون الألغام وضعت خطة استراتيجية لحد عام 2028، ليس للإزالة كاملة ولكن للتخفيف من هذه المخلفات الحربية، وهناك أضرار للأراضي الزراعية، قد تكون تأثر على القطاعات النفطية، القطاعات الاستثمار. أعداد كبيرة من الألغام ما تزال شواهد حرب مخبأة تحت تراب البصرة الفيحاء، إذ كان لأقضية شط العرب والفاو والزبير الحصة الأكبر منها، وهو ما يعادل 5 أضعاف المخلفات الحربية الموجودة في محافظات ميسان وذيقار والمثنى، حيث تبقى المهمة صعبة جدا لإعادتها للحياة بعد الخراب. خالد السلامة، لقناة الفلوجة، البصرة. أكد وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني وجود تجاوزات كبيرة على المواقع الأثرية في سامراء، ووقوف ما وصفها بالجهات المتنفذة خلف هذه التجاوزات، مشيرا إلى ضرورة المحافظة على المواقع الأثرية وحمايتها ورفع التجاوزات عنها. الفكاك أجرى زيارة للمناطق الأثرية والدينية في سامراء، شدد خلالها على ضرورة تذليل جميع الصعوبات التي تواجه أعمال الترميم في المواقع الأثرية في كل من سامراء وتكريت. الحقيقة مما يؤسف جدا أنه وجدنا في سامراء تجاوزات كثيرة وكبيرة وبمساحات واسعة جدا على الأراضي الآثارية. سامراء مدينة كلها آثار، وأيضا هي مدينة فوق مدينة، تحت هذه الأرض توجد مدينة كاملة بنيت بمنتهى العناية، علينا أن نحافظ عليها بكاملها. الأمم تهتم بآثارها بشكل كبير جدا، لا تتعدى على آثارها، لا تتجاوز على آثارها، لكن ما لاحظناه الحقيقة في سامراء أمر مؤلم ومؤسف جدا، حجم التجاوزات على أحياء كاملة على مساحات تتجاوز 4,000 دونم يعني في أكثر من منطقة، وهذه الأمور الحقيقة ربما هناك بعض المتنفذين وراء هذا. تواجه إمارة الخميسية التاريخية في محافظة ذيقار مصيرا مشابها لما تعرضت له منارة جامع السراجي، إهمال حكومي يشيح بنظره عن قرابة 2.5 قرن من الزمن. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. يقف هنا قرابة 2.5 قرن من الزمن، حيث إمارة الخميسية التاريخية في ذيقار، وأحد أهم المعالم التراثية في العراق، التي يعود تاريخ تشييدها إلى عام 1881. وفي هذه الإمارة يوجد قصر ومسجد ومدرسة وبيوت سكنية، إضافة إلى منارة مائلة ما تزال شاخصة
تلوح للقادمين من بعيد بدقة بنائها ونقوشها وزخارفها النباتية الجميلة. بداية البناء تركز بناء الخميسية على المسجد اللي يعتبر هو مدرسة لتعليم القراءة والكتابة، وكذلك حرم للمصلين، وكذلك المنارة المبنية من طراز مائل، وكذلك القصر الخميسي المتكون من عدة غرف وأواوين وديوانين، ديوان عام وديوان مختصر. وللخميسية التي سميت نسبة إلى عائلة آل خميس وهم من العوائل النجدية مكانة اقتصادية وثقافية مهمة في ذلك الزمان، فقد كانت مركزا للتجارة بين الخليج العربي والعراق وبلاد الشام، وذلك بحكم موقعها الجغرافي إذ تقع على طريق القوافل القادمة من بادية الحجاز والبصرة، فكانت محطة لتلك القوافل ونافذة على البادية والحجاز. ولا يختلف عبق التأريخ هذا عن غيره في العراق، فعلى مدى سنوات تشكو الخميسية إهمالا واندثارا وعدم اهتمام، بدلا من أن تكون مكانا تاريخيا يجذب السياح من كل دول العالم. قريب على الجامع وهذا القصر، ايوه هاي المنارة قاعد اشوفها انت بعينك، يعني قبل 4 سنوات طاحت منها تقريب صفحة، يعني من قد التعب مالها يعني انتهت من فوق فطاحت منها صفحة. وذاك القصر مثل ما شوف شافت عينك، يعني جاءت تجي الناس هواي وتتونس هواي ناس، تجي هواي وانا مصور بيه، بس هو شل يعني شو الفائدة؟ كل ما جالب نزول القصر قاعد يتفلش، يعني لا ترميم لا هاي. إمارة الخميسية من الإمارات التاريخية الأثرية الموجودة هنا في منطقة الخميسية التي أسسها عبد الله الخميس، لكن هذه الإمارة شاخصة تاريخية الأثرية التي تربط قوافل التجارية ما بين بلاد الشام وجزء الحجاز والعراق، للأسف على أبواب الاندثار نهائيا بسبب الإهمال. ما موجود في الإمارة شيء بارز ومهم وجميل جدا، وهي منارة الجامع في الإمارة سابقا التي ما زالت قائمة حتى الآن. الفيضانات المستمرة خصوصا في سبعينيات القرن الماضي، إضافة إلى ضرب البناية بالصواريخ من قبل قوات الاحتلال الأمريكية عام 2003، جعل البناية أثرا بعد عين، ومنارة الخميسية الحدباء أطلالا، وسط مطالبات مستمرة بإعادة تأهيلها حتى لا تندثر هذه المنارة التي كانت شاهدا على حقب كثيرة من تاريخ العراق الحديث. من ذي قار سعد الركابي، قناة الفلوجة. تكفل رئيس تحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر بعلاج مريضة تعاني من الفشل الكلوي في محافظة ديالة. مرشحة حزب السيادة ابتهال الدايني وخلال زيارتها لمنزل المريضة أجرت مكالمة هاتفية مع الشيخ الخنجر، أكد خلالها تحمل جميع تكاليف علاج المريضة متمنيا لها الشفاء العاجل. من جانبها ثمنت المريضة جهود الشيخ الخنجر في مساعدة الحالات الإنسانية. الابتهال قالت لنا على الحالة، واحنا متكفلين إن شاء الله بكل الوضع وإن شاء الله ترجع أحسن من قبل. قوة طالب. الله يسلمك، الله يخليك لنا شيء. ماشي بالحال إن شاء الله. الله يسلمك عيني، الله يسلمك. نحن موجودين بعد الله وإن شاء الله الموفقين. نعمة بالله، نعمة بالله. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يسلمك شيخنا. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا مروة هادي، عندي فشل كلوي صار لي 9 أشهر على القسل، وحالتي تعبانة، ضغط جاي يصعد، حتى عيوني قمت ما أشوف بين، وعندي أطفال 2، وحتى بيتي وقع القاع هسه حالية. أنا أشكر ست ابتهال استجابتها لمناشدتي والأستاذ الشيخ خميس الخنجر، شكرا جزيلا، واتصل علي الآن واستجاب المناشدة مالتي، شكرا جزيلا، الناس الخيرة. تمت حالة المناشدة إلى الشيخ خميس الخنجر، ونشكر الشيخ على استجابته السريعة لمناشدة الأخت، حيث تم توجيهنا بضرورة زيارتها بأسرع وقت، وتكلم معها هاتفيا حاليا ووعدها بتحمل كافة تكاليف علاجها إن شاء الله. بهذا نأتي مشاهدينا إلى ختام الحصاد ونذكركم بالعناوين. قطعوا أطراف جسده الصغير بالكترات، سجلات التعنيف الأسري تدرج طفلا جديدا يصارع الموت. بعد جهود الشيخ الخنجر الاستثنائية، الحكومة توافق على قانون مكافحة الاختفاء القسري. تجاوزت أفغانستان وفيتنام، البصرة تتصدر مدن العالم بعدد الألغام والضحايا بالآلاف. عمرها نحو قرنين ونصف،
ذي قار تناشد لإنقاذ إمارة الخميسية التاريخية بعد أن نخرها الإهمال. قانون الموازنة يدخل حيز التنفيذ رسمياً، والمحكمة الاتحادية تحسم دعوى المركز والإقليم. الفل وجد تي في للمزيد من الأخبار، كما يمكنكم متابعتنا وتواصل معنا على فيسبوك تويتر ويوتيوب. في أمان الله، إلى اللقاء.